يا عيال يجوز تأخير العشاء؟ لا لا ما ظنت يا شيخ. صح والله صادق. لا لا يجوز يا رجال، لا حرج في ذلك. وجهة نظر. إيه بس ما يصلح نترك الجماعة في المسجد ونأخر صلاة العشاء الربع. ياه الدين يصل ياه. يا أخي أحس إنه لازم يصلي مع الجماعة. والله شكلك فاهم الدين أنت. لا ما عليك، أنا قرأت الموضوع كامل من وإلى. عند مين قرأت؟ واحد عيال مطول. طيب خلاص أزعجتونا فكونا، بس عيال تكفون ادعوا لي دعوة 40 شخص مستجاب. الله يوفق. على طول تشبك أنت الله يوفق، من وين أخذت الكلام هذا؟ حديث هذا ولا إيش؟ يا لا يزعج أمنا. لا والله تصدق مريت على تعليق وقريت واحد كاتب كذا. ما كتب هل لنا حديث؟ بالله اسكت ريحنا خلنا نسمع. سلام. بس ترى كان فتار وصورة العرض مطوع. خلاص دامها مطوع اظنها صادق. شفت قلت لك متسند ما تصدق. والله ماني مرتاح لكم انتم الاثنين. سلام عليكم. الدين ما هو لعبه، ما في اعتقد واحس. امام احمد بن حنبل امامنا اللي نمشي على اجتهاداته، جاء له واحد يساله قال يفتي الشخص اذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا فوضى الشغله هي، ما هي فوضى تروح تفتي الناس وانت ما تحفظ الا 100,000 حديث. قال طيب يحفظ 200,000؟ قال لا. قال لا طيب يفتي ويحفظ 300,000 حديث؟ قال لا. قال طيب 400,000 حديث؟ قال ارجو يعني اذا كان ذهنه طيب وعنده ملكه الحفظ حافظ له 400 حديث يعني ارجو. وانت تجي تفتي الناس والله احس واعتقد وانت متحافظون شروط الصلاه. طالب الراسب اللي في ثلاث مواد في الدراسه يجي يقول لك والله اني على اختلاف بين اهل العلم وهو حلال، لكن لانه اياك انك تفتي الناس من غير علم ترك في كبيره من كبائر الذنوب، كبيرتين. الاولى قول الله سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش في اخر الايه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرر الله تحريم الفاحشه مع تحريم الافتاء بغير علم الله، مصيبه ما بعدها مصيبه. ليش؟ لانك تكذب على الله، المساله خطيره. الله عز وجل يقول ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب اليم. وانت لا تاخذ العلم من اي احد حتى من اخوكم طارق العمري. احيانا اخوكم طارق يقرا له نص فيسهو عن كلمه ولا يتجاوز كلمه، وانا قاريه وباحث عنه ومدور على المساله كامله، ومع ذلك تسقط مني ولا اجيبها على الشكل المطلوب. عندك لجنه الافتاء اتصل عليهم يردون عليك عندنا في المملكه العربيه السعوديه، واذا انك ما انت فاضي عندك هذول العلماء، وعلمائنا كثير لكن ذولي ابرزهم، ابحث عن مسالتك عند هذول الله يجزاهم عنا خير الجزاء. ابن باز، بن عثيمين، صالح الحيدان عسى الله يجعل عظامهم في الجنه، صالح الفوزان الله يحفظه ويخليه لنا يا رب العالمين. فعليكم بالعلماء الثقات، حي والله عيونكم. تبى يا مال الشحم من انك تفتي الناس من غير علم؟ دائما نقول الله اعلم، ترى الله اعلم نص الاجابه، وخله يروح يدور بدل ما تفتي الناس كانك توقع عقدا على الله. الحلال عندي اعرفه والحرام عندي، وانت داجن ما تعرف شيء. لبى والله عينك.